بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، من حق كل مواطن مغربي أن يذهب إلى القضاء إذا اعتقد بأن واحد الحق من الحقوق ديالو تهضمات. كاين الدستور، كاين القانون، هذا أولا. ثانيا، بغيتي توكل أي محامي، راه هذاك الحرية ديالك، ممكن حتى شي مشكل. جوابا على السؤال ديالكم فيما يخص هذاك المحامي بالضبط، الاختيار ديالو معناه أن الناس هادو ما عندهم ما يقولوا في العمق القضية، الأساس القانوني الموضوعي ما كاينش، كاين أساس سياسي مزيان، كاين إثارة إعلامية الله يعاون، كاين حتى مشكل، المحكمة لها واسع النظر، هي اللي غادي تثبت في هادشي. إذا كنت أنا غنتزاد في اللائحة ديال هاد المحامي في القضايا اللي كيترافع عليها واللي دائما أحد أطرافها أعضاء من العدالة والتنمية، مرحبا، كاين حتى شي مشكل، كاين حتى شي مشكل. في نهاية المطاف راه الناس غادي تفهم الرسائل الأساسية، أن الناس مخلية الشغل ديالها، مخلي الأولويات، مخلية الأمور الحقيقية اللي خصها تحظى بالاهتمام وبالعمل، ومشيتوا للهرطقات، ومشيتوا للأمور شكلية، ومشيتوا بحثا عن الإثارة الإعلامية. الله يعاون، أنا ما عندي حتى شي مشكل، أنا نحترم القضاء، القرار اللي غادي يخرج به القضاء غادي ننفذوه، ما كاين حتى شي مشكل. من بعد كطلبوا ب عدم مشروعية التصويت على نقط في جدول الأعمال، شنو فيها جدول الأعمال؟ فيها الحق للمقاطعة باش تعطي الرأي ديالها في واحد القضية. إذا ما بغيتوش المقاطعة تعطي الرأي ديالها في قضايا كتهم الساكنة، إذا جيتوا كمعارضة باغين تكمموا الأفواه ديال المجلس. هذه الرسالة الأساسية. رديكم على الاستقواء بالأغلبية كما جاء في لا، علاش علاش ربي خلق هذه الأغلبية؟ باش نتصوروا معها ولا باش نعملوها في البيترينا؟ الأغلبية في العالم كامل هي اللي كتصوت في الساعة ديال التصويت، اللي هو ماشي مفهوم واللي هو غريب واللي هو ضد المنطق الديمقراطي هو ديكتاتورية الأقلية، هو الأوليغارشيا، هو تحول واحد المعارضة إلى معارضة معرقلة. هي انت كتقول بانه اغلبيه، هاد الاغلبيه الا ما صوتش علاش غنديروا بها؟ ولكن هذا كيبين بانه راه كاين واحد العبث سياسي كيتعمل في هاد المدينه. هاد الناس هادو ما عرفناهمش شنو باغيين، كاين تناقض كبير. الناس اللي هي جزء من تسير وعندها مهام في المكتب، ونواب العمده ونواب رئيس مقاطعه، وهما نفسهم اطراف في المعارضه واطراف في رفع دعوى في المحكمة الإدارية على واحد القرار اللي هما ساهموا فيه كحزب، ساهموا في ديك الأغلبية اللي نتجت ديك القرار وصوتوا عليه كحزب، وصوتوا عليه في المكتب كحزب. وفي نهاية المطاف غادي تكون واحد من الناس اللي مشاو يعني يرفعوا هاد القضية، باش تكون واضحين مع الرأي العام المحلي والوطني. هذه قضية بسيطة جدا، مشيتي عند المحكمة الإدارية كتقول التصويت ماشي ما احترمش القانون، مزيان مشي تثبت المحكمة بأنه داك التصويت لم يحترم الشكليات القانونية، والله يعاونك. إلا المحكمة أعطتك هذا الحق أنا ما عندي حتى شي مشكل، ولكن في نهاية المطاف كما قلت غادي يفهموا الناس بأنك أنت ما عندك علاقة، ما عندك غرض بالقضايا اللي كتهم الساكنة حقيقة. مشيتي الأمور شكلية، مجرد أمور شكلية كما قلت، لأن معروف هذا المجلس راه فيه أغلبية مطلقة حزب العدالة والتنمية. المعارضة عندها الأساليب ديالها، عندها يعني احنا دوزنا 6 سنوات في المعارضة في المرحلة السابقة، كنا كنعبروا على الرأي ديالنا بقوة في المجلس ونعبر عنه بالتصويت، نصوت ضد المقررات التي نرى أنه خصنا نصوت ضدها تو سامبلومون، يعني ما كاينش شي حاجة أخرى. أما باش نعملوا هاد الجلبة وهاد يعني هاد الضجة كاملة باش يعني نتيروا أمور شكلية مرتبطة بعدم احترام مسطرة ديال التصويت، بطبيعة الحال هذه دعوة لا أساس لها من الصحة ومتهافتة، ويعني إذا طلبت منا المحكمة أن نوضح هذه الأمور سنوضحها والسلام. يعني ما كاينش حاجة أخرى اللي هذا اللي بغي ناكد عليه، انه في نهايه المطاف هذا مجلس يشتغل، عنده برنامج واضح، يتواصل مع الساكنه
والبرنامج ديالو يعني مستوحى من عمق الإشكالات ومن عمق القضايا ومن الأولويات اللي كتهمنا. احنا تيرنا القضية ديال إحداث مقبرة نموذجية، ما فهمتش هما علاش ضد هذه القضية. ترنا قضية رأي المجلس فيما يخص إحداث منتزه طبيعي، ما فهمتش علاش هما ضد إحداث منتزه طبيعي. عملنا رأي ديال المجلس فيما يخص إحداث ملاعب قرب، ما عرفش هما علاش ضد إحداث ملاعب ديال القرب. عملنا رأي ديال المجلس فيما يخص برنامج ديال تجديد شبكة الصرف الصحي اللي كتقوم به أمانديس في نهاية المطاف، حتى هذه ما قبلوهاش تكون في جدول الأعمال. فبمعنى أنهم ضد عاملين، هما ضد المصالح ديال والقضايا ديال بني مكادة وديال الساكنة دميلة، اللي كتطلع إلى تحسين الخدمات العمومية وتتطلع إلى بنية تحتية يعني متوفرة بطريقة اللي نخفوا فيها من جزء من الإشكالات ومن المعاناة ديالها في واحد مجموعة أحياء اللي هي مازال فيها خصاص ومازال فيها عمل، تنتظرون فيها عمل كبير حنا بدينا فيه. وطبيعة الحال بالنظر إلى مجموعة الإكراهات على رأسها الإكراهات المالية، الوضع المالي ديال جماعة طنجة معروف عند الخاص والعام، أننا نجتهد احنا في نهاية المطاف شنو بغينا نعمل في المقاطعة، هو نثير الانتباه إلى هذه القضايا ونبدي رأينا فيها ونرفعها لمجلس الجماعة من أن يقول فيها كلمته النهائية. هذا هو الدور المقاطعة، الدور تداولي وطبيعة الحال التداول يكون في المجلس. أما باش تجي تحشد وتعرقل وتجيب ناس لا علاقة لهم بالمقاطعة من أجل أن يصنعوا أجواء ديال التوتر وينقلوا الاحتجاج اللي كان في مجلس المدينة للمقاطعة بمنطق سياسي مريض جدا، اللي هو مرتبط بالقراءة الثانية ديال الميزانية، وانه راه حنا العرقله ستشمل حتى المقاطعات. طبيعة الحال كيبان من الشارع وكيبان المتتبع بان هادشي افعال صبيانيه للاسف ديال الناس ما يفتقرون للنضج ويفتقرون لحس المسؤوليه.